عسلامة عسلامة على من اتبع العقل ونبذ النقل وخد مخه شوية. تكلمنا في الفيديو اللي قبل هذا عن الحجاب في الإسلام وفي القرآن، وعرفنا أن الحجاب فرض وواجب على كل امرأة بالغة باش تلبسه، وكما لبستوش ولي الأمر بتاعها لازم يأمرها باش تلبسه، وكان ولي الأمر بتاعها ما أمرهاش لازم المجتمع يجبرها باش تلبسه، وكان المجتمع ما أمرهاش الحاكم الشرعي لازم يجبرها باش تلبس، وكان رفضت باش تلبسه فتعتبر هي عاصية وكل المجتمع وولي الأمر بتاعها والحاكم عاصي معها. انا ما حبيش نتكلم ياسر على الحجاب في الحديث اللي يعتبر المرأة السافرة، ما يسمى بالسافرة او المتبرجة زانية، وان كل واحد يشم ريحتها ولا يغزر لها يعتبر زاني، حتى فما حديث تتكلم على زناء العين وزناء السمع، وبدأوا يفصلوا في الامور، مش لازم ندخل في هذه التفاصيل اللي لا نهاية لها. حبيت نرجع معناتها حاجة قبل على الحجاب، لكن قبل ما نرجع نقول اللي المسلم اللي يسمي روحه مسلم ويقول الحجاب مش واجب في الإسلام وثبتت عليه الحجة يعتبر كافر، وتعرف انتم الكافر شنو يعني، يعتبر مرتد على الإسلام لأنه أنكر فرض من فروض الإسلام. والمرتد تعرفوه أنه يحكم عليه بالقتل والإعدام. يا مسلم اللي ما تؤمنش بالحجاب فريضة وواجب، سواء كانت امرأة أو سواء كانت راجل، راك كيفك كيف أي كافر آخر، وراه في حكومة إسلامية يتم إعدامك كيفك كيف الملحد كيفك أي مرتد كيف اللاديني كلهم كيف كيف، فمش فرق، ما فرقش الإسلام من بين من خرج من الإسلام ومن أنكر فرض، مثل من أنكر الزكاة أو أنكر أي فرض من فرائض الإسلام. إذا اللي ما يؤمنش بالحجاب أحسن له يخرج من هذا الدين ويتبرع منه، على خاطر هذا الدين يكفره ويقص راسه. حبيت نرجع هوني كما قلت لكم على مسألة موجودة ونسيت ما قلتهاش على الحجاب، إن الحجاب واجب كما قلنا على كل امرأة بالغة، يعني من جهة الحيض 9 سنين 10 سنين، ما يصيرنا انك تلبسوه العقبال، فما ياسر يلبسوهم لهم حتى 3 سنين وعامين الحجاب، فما اللي مازال كي تولد تلبسوها الحجاب. نقول لكم راهو اسلام حط شروط معناتها المرأة امام من تتحجب، ولو تلاحظوا انها المرأة تتحجب امام من ينجم يعرس بها، وهنا نفهموا ان الحجاب من أول أهدافه هي الغيرة وعدم الثقة بالنفس والشك في الآخرين. كيفاش؟ نعرف احنا محمد المرأة اللي يشوفها يحب يعرس بها، ونعرف احنا العرس في الإسلام مقارن بالنكاح، وتقول النكاح مقصود به زواج ومقصود به نكاح، نيك بالتونسي مش تكون الأمور واضحة كيف كيف في الإسلام، يعني هذيك هي المعنى متاع النكاح. ومحمد كان اللي يشوفها يحب يعرس بها، يعني اللي يحب يشوفها يحب ينيكها. والحجاب تفرض في السنة الرابعة على الهجرة، وقت محمد بدا يعرس بنساء شبان، كيما عرس بنت ولده زيد اللي شافها وحب يعرس بها، يا اخي طلقها بآية قرآنية، هذا إله محمد ده خطاب وقواد
بالحق قوام، إله محمد قوام، وقت ينزل الآية ولما قضى زيدا منها نحبا زوجناك إياها. شوف هذا إله، هذا يحترم هذا، ولا يعرس لمحمد ويخطب؟ ها هذا مستواه تاع إله تؤمنوا بيه تحترموه تخافوا منه؟ عاد الحجاب يعني قدام واحد نجم تعرس بيه، هي واحد حتى بعض العلماء قالوا حتى الأعمى، يعني واحد غريب أعمى لازم تتحجب قدامه. أما المحارم نرجع نتكلموا على الزواج اللي هو فضيحة في الإسلام، نحكيو عليها، ذاك موضوع وحده، مش موضوع وحده هذاك على الزواج معناتها والمحارم، ومع المحارم مش كل نجم يعرس. باش نوريكم يعني كيفاش الفكرة اللي الإسلام مجرد تقاليد عربية، هذيك هي نحب نركز عليها النقطة. الإسلام ليس دين، مجرد تقاليد عربية بدوية قديمة عندها 1400 سنة أخذت صبغة دينية، هذه مسألة واضحة. هذاك علاش الحجاب معناتها مفروض كان على اللي ما تنجم معناتها قدام اللي ما تنجمش تعرس بيه، خاطر محمد نيته خايبة، كان اللي يشوفها يحب يعرس بها، وكان خايف لا يعرسوا له بنساه، كان مغيار، دي معناتها دلالة عدم الثقة بنفسه، فحجب نساه ومنحهم حتى باش يعرسوا بعده. وفوق هذاك الكل أمر الحجاب على كل النساء باش ما عادش كل واحدة يشوفها يحب يطلقها من راجلها ولا يحب ياخدها. اللي الحجاب ما خرجوش من الإسلام بعد ما فهموا، نتنقلوا للنقطة الثانية اللي تهين المرأة وتذلها بعد الحجاب، اللي جعلها في شكارة، رغم اللي الإسلام حتى الراجل ما عندوش حرية، راهو نجم نقولوا الراجل فرض عليه حجاب أو فرض عليه نوع من اللباس، لكن اللباس نتاع الرجل لم يذكر في القرآن، ذكر في السنة برك، هو يعتبر سنة أن الرجل يلبس هكا ويلبس هكا ويلبس هكا ويلبس هكا، يعني نرجع للأحاديث نلقاوها. أما حجاب المرأة كان بالسنة وبالحديث وبالقرآن اللي هو معناتها أعلى كتاب مقدس عند المسلمين، يعني إله محمد يدخل في روحه وفرض الحجاب إرضاء لمحمد أو بين قوسين لرسوله. المهم اليوم بعد ما بينت معناتها النقطة هذيك المهمة، اليوم باش نحكيو يا سيدي على المسألة الثانية، هي تعدد الزوجات. كان جيت أنت أيها المرأة اللي تدعي أنك الإسلام محجبة، نفترض أنك محجبة، بهذه مش متحجبة هذيك واضحة، عاصية ولا كافرة، يعني أحسنها تخرج من الإسلام أحسن ولا تتحجب. أما توا باش نحكي للمتحجبة اللي قبلت الإهانة والذل وتحديد اللباس وتغطيتها وإخفائها وجعل معناتها وجعلها مجرد لذة ومجرد للنكاح وفرض عليها ذلك بالقرآن والسنة، نسأل هذا السؤال، فهمت؟ نسأل هذا السؤال ونطلب من كل امرأة متحجبة أن تسأل هذا السؤال، كيف تقبل بلباس يفنيك ويدفنك وانت حية؟ يعني لو ترجعوا الأحاديث مهزلة مهزلة، حتى فما بعض الأحاديث، فما حديث يقول لك المرأة ما تخرج من دارها إلا مرتين، من بيت راجلها، من بيت أبوها بيت راجلها، من بيت راجلها للقبر. تقول القرآن يعني قروا في بيوتكم، رغم اللي معناتها هذا يقولوا معناتها نساء الرسول فقط، يعني كالتأويلات والاختلافات شعلينا. أما يعني أنا ما حبيش ندخل في الحديث على خاطر فضيحة 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 فضيحة. إذا أنا نقول للمرأة اللي قبلت هذا الذل وهذه الإهانة وهذه عدم الحرية وهذا كيس الزبالة اللي لابسته،
نسألها هل تقبل تعدد الزوجات؟ تقبل راجلك ياخذ عليك امرأة أخرى وامرأة أخرى وامرأة أخرى؟ وهذا الموضوع متاعنا اليوم. قبل ما نبدأ حبيت نتكلم على تعدد الزوجات معناتها قبل الإسلام، باش نكونوا معناتها واضحين وصريحين أن الإسلام ما جاب حتى شيء جديد من ناحية هذه، جاب حاجة برك جديدة نجم نقوله في المسألة، هو أن حدد، مش الروح هو محمد، مش الروح حدد، وإنما حدد للمسلمين 4 نساء فقط. وتو نحكيه على الآية اللي تحدد هذه 4 نساء، رغم فما هناك اختلاف بين المذهب الشيعي والمذهب السني وبعض التيارات الإسلامية في هذه المسألة، تنذكرها في الأخر. حبينا نقول اللي قبل الإسلام تعدد الزوجات كانت حاجة عادية، سواء في الجزيرة العربية أو في الهند أو عند الفرس أو عند الروم، وكان العدد غير محدد، نجم تاخذ 10، نجم تاخذ 20، نجم تاخذ 30، معناتها أنت وإمكانياتك وأنت وقدراتك. وكان منشور في الجزيرة العربية كما قلنا غير محدد بعدد، وكان عند اليهود معروف زادة، حتى عند المسيحية ما كانش من وقتها، في الوقت ذاك المسيحية يعني قدش عندها 100 ولا 200 سنة من اللي جعلت معناتها الزواج لواحدة فقط، ما عندهاش ياسر، ما نعرفش قداش بالضبط، أما معناتها في النص متاع المسيحية فما لا تحريم لا تحليل، يعني مثلا خلاها هكاك، أما في اليهودية موجود تعدد الزوجات، ونلقاو حتى في الكتاب القديم يعني نلقاو اللي معناتها قداش من بين قوسين النبي من الأنبياء اليهود خذا 2 وخذا 3 وداود وسليمان قداش خذا، وهذيك مسألة عادية، فهي عادة سائدة ومتعارف عليها. تعرفوا قبل كانت الحروب وكل شيء والرجال يموتوا ياسر، يعني ظروف، يعني ما نجموش نلوموها، ما احنا يعني ما نلوموش الوقت هذاك شنو هو معناتها، فما احنا نحكيو على توا، ديما نقول اللي المشكله مش في الفكره بحد ذاتها، وانما تجيب لي فكره عندها 1400 سنه في ظروف معينه في وضع معين وتقول لي مقدسه وصالحه لكل زمان ومكان، هذه هنا المشكله موجوده. إذا تعدد الزوجات هي ظاهرة عرفتها البشرية منذ أقدم العصور وفي كثير من المجتمعات، صحيح فما مجتمعات معينة ما اعترفتش بها لكن كانت معروفة، وكان الراجل يعرس بأكثر من واحدة، ولكن زاد فما نساء كانت قبل تشترط على الراجل إنك ما يعرس كان بها هي، هذوما نساء اللي عندهم كيما نقولوا احنا سيدات واللي عندهم أموال واللي عندها معناتها قدر وقيمة، فما ياسر نساء تفرض على الرجل اللي عرس كان بها هي، ولا تطلقوا، كان عرس بحد أخرى تطلقوا، كيما خديجة، خديجة معناتها محمد ما تجرأش يعرس حتى ما غير ما تقول له، حتى ما غير ما تقول له إنه يعرس عليها، ولا يفكر حتى يعرس عليها، ولا ينزل الآية بتاعت تعدد الزوجات، رغم اللي معناتها في وقتها هو عرس بخديجة، كانت مثلا متعارف عليها يعني نجم يعرس. اي واحد ينجم يعرس، لكن هي كانت ما هيش امراه اي امراه، كانت امراه عندها مال وعندها راي وعندها شخصيه، نقولوا احنا فام دو كاركتير. المهم محمد وقتاش معناتها تمشي بعد ما ماتت خديجه وعرس بعده نساء معناتها اخرين داي بوحدة بزوز، ما حتى حد ما خالفوا عادي، والصحابة عادي، حتى الصحابة اللي معاه بين قوسين هذوك الصحابة نتاعو كانوا معرسين كل واحد قداش، رغم اللي معناتها نشوفوا اللي بنت محمد فاطمة وتعرست بعلي، علي حاب يعرس على فاطمة منعه، باش يوريك معناتها باش يوريك الظلم، قالوا ليه؟ قالوا فاطمة ما تكونش عندها ضرر. معناتها علي وقتاش عرس بياسر نساء بعد لما ماتت فاطمة، على خاطر فاطمة بنت محمد، فهمت يعني عليكم مش علينا، هو مثال الشيخ 3 و4 و5 و6 و10
و16 اما غيره لا وبنته لا. باش يوريك اللي مساله تعدد الزوجات يعني مساله كان ما يقبلهاش العقل وما يقبلهاش القلب، لكن كانت الظروف هي اللي تخليها متطبقة، ظروف عندها قديمة ياسر. المهم هذه معناتها الفكرة بصفة عامة، يعني كانت حاجة عادية عندي محمد، ما جابش حاجة جديدة. ما كانوش قبل معناتها كانوا ياخذوا كاميرا واحدة وهو ردها أربعة، لا كانوا ياخذوا أكثر من أربعة وهو هبطها أربعة، وتو نفهموا علاش. إذا معناتها نحب نشوفوا تو احنا متى حدد محمد عدد الزوجات، أو حدد بين قوسين إله محمد عدد الزوجات. نعرف احنا ان محمد تبعت معناتها في بيئة تعرف تعدد الزوجات، هذه هي واضحة. وبقى هذاك الأمر ماشي حتى للسنة الثانية للهجرة. تصور السنة الثانية للهجرة يعني فترة طويلة بعد ما محمد عرس وكمل العرس متاعه. كانت آخرهم ميمونة، ميمونة معروفة هي آخر امرأة عرس بها محمد في السنة السابعة تقريبا للهجرة. عرس ميمونة. بعد العرس ميمونة فترة نزلت الآية نتاع تحديد أربع نساء. وتنرجع للقرآن نلقاو ياسر من الآيات تتكلم على تعدد الزوجات، سورتو على الرسل اللي قبل محمد، كما تقول الآية من سورة الرعد 38: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهمت؟ يعني هذه واضحة معناتها الآية واضحة معناتها الرسل من قبله كانوا ياخذوا أزواج وذرية، شيء طبيعي ذرية. وعديد من الآيات تتكلم على الجمع، وتتكلم على الراجل، تتكلم على جمع. وهذه الآيات أكثرها راهي مدنية، يعني كما قلت لكم معناتها المرة الأخرى أن الآية اللي تكلمت على زوجين الرجل والمرأة تكلمت على في عهد في وقت مكة. رغم اني وتنرجعوا وهنا يعرض روحه الإسلام والقرآن، أنا مانيش فاهم إله محمد علاش ما خلقش آدم وأربع نساء، ولا آدم ومن عرش، ما هي أربع نساء، ما هذاك هي النظام الأمثل كما يقولوا هما. شبيه خلق آدم وحواء بركة؟ علاش ما خلقش آدم معاه أربع نساء ولا معاه زوز نساء؟ يعني خلق آدم وحواء برك زوز، نعرفش من بعد بدل رأي. وما تعرفوا إله محمد معناتها يتبدل كيما يحب هو، كيما معناتها تخطر له على حسب نفسية محمد. كي تجيو تلاحظوا القرآن وتقرأوا القرآن وتقرأوا التاريخ تلقاو إن إله محمد متأثر ياسر بنفسية محمد. حتى عائشة قالت له قداش من مرة معناتها قالوا دي، قالت له إله الله ديما معناتها ياخذ بهواك. فهمت؟ المهم في السنة الثامنة للهجرة قرر سي محمد باش يحدد عدد الزوجات بأربعة. وهنا نرجع للتاريخ نلقاو عدة تفاسير في سبب نزول آية التحديد بأربعة، عدة تفاسير. مني مروية عن عائشة، واللي مروية عن كذا وعن كذا وعن كذا، ايش علينا. المهم لكن كلها تقريبا تحكي في نفس الفكرة، ان الآية هذه نزلت في اليتيمة. وشو هو المقصود باليتيمة هوني في الآية؟ يعني نحاولوا ساعة توا قبل ما نحكيوا على الآية تسمعوا الآية باش تعرفوها، باش تعرفوا معناتها بالضبط شنو تقول هذه الآية اللي حدت عدد الزوجات في أربعة. هذه هي الآية، اسمعوها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه هي الآية من سورة النساء آية 3.
باهي، نرجع لهذه الآية تو، معناتها سمعتوها مليح، فهمتوها، واضحة. هذه تحكي على اليتيمة. قبل كانوا العرب وقت واحد مثلا خوه يموت، خوه يموت ياخذ ولاده يربيهم تحته، وبالطبع وقت واحد يموت في الحرب ولا حاجة يخلي ثروة فلوس، في الفلوس هذوكما يبقاو لولاده. بينما اللي يربي هذيك اليتيمة اللي بوها ميت معناتها سواء كان راجل ولا امرأة، يتيمة ولا يتيم، فهمت؟ الفلوس هذوكما وقت توصل عمر معين يعطيهم لها. وش كانوا يعملوا العرب قبل؟ ان وقت البنية تكبر شوية ويشد عندها فلوس ولا تبدا شبابة ولا تبدا حاجة، فهمت؟ خاصة تبدا عندها فلوس يعرس بها، ما عنده الحق يعرس بها، فهمت؟ اليتيمة هذيك اللي ماخذها في كلفته، مش خوه، ينجم أي واحد يموت، معناتها يتيمة أنت بربيها عندك. توا الإنسان في الإسلام كي أنا مثلا نستبنى طفلة صغيرة بوها مات، فهمت؟ ما تسميش محرم عليا، مش محرم عليا في الإسلام. كي تكبر تولي عمرها ما نعرفش 10 سنين 11 سنين بدأ عندها ثروة ولا حاجة، أنا إيش نعمل؟ نمشي نعرس بها وهكاك ناخذها هي وناخذ لها فلوسها. وصارت حادثة وقتها، معناتها يقولوا نزلت في رجل من غطفان، كان عنده ملك، معناتها ملك كثير، كان عنده ياسر فلوس، وكان عنده معناتها فلوس كثير. هذا الشخص وقتها مات، فهمت؟ خلى الورثة نتاعو، فما شكون خذا ولده يتيم ورباه. وقتها كبر ولا كيما نقولوا احنا بالغ، طلب فلوس بوه. يا اخي هذاك ما حبش يعطيه، قالوا لا ما نعطيكش. يا اخي مشى يشكي بيه لمحمد، يا اخي محمد قالوا لا اعطيه فلوس. المهم بعد اعطاه فلوسه، معناته هو هذاك تغشش وكل شيء، اعطاه فلوسه. بعد اعطاه فلوسه هذاك الوليد اللي خذ الفلوس، مشى يصرف الفلوس هذوك من الكل على الاسلام، اعطاهم صدقه الاسلام. وفما ياسر من العرب وقتها في السنة الثانية للهجرة يسألوا محمد على المسألة هذه، خاطر كانت ظاهرة معروفة، تعرف فما في وقت الحروب فما ياسر أيتام. سألوه على يا أخي معناتها ظاهرة الآية وقتها، معناتها قال لك معناتها يستفتونك عن النساء، فهمت؟ خاصة النساء اللي هما يتامى. يا أخي محمد قال لهم هاني باش نشاور، يعني باش يشاور إلهه. مشى هكا قعدت فترة من بعد رجع لهم ونزل لهم هذه الآية، فهمت؟ نزلت هذه الآية تتكلم على ما يسمى اليتيم المستبني. وهذه الآية لو تقراها مليح تشوفها أكبر تحقير للمرأة. أول حاجة هنا يتكلم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني كان انتوما خفتوا ما تعطيهمش حقوقهم، معناتها ما خاطر يعرس بها لا مهر لا شيء، ولا يعطيها شويه وياخذها وياخذ لها فلوسها، قال لهم سيب عليكم، معناتها ما معناتها هاكا فنكحوا. فنكحوا ساعه كلمه النكاح كما قلت لكم هي مقارنه بالزواج وبالجماع. ما طاب لكم من النساء، وهنا اكبر اهانه، يعني اقدر استخدم ما المجهول الشيء، معناتها الشيء ما، علاش ما استعملش معناتها معناتها حرف حاجة أخرى أضخم، نقولوا الماء، نقولوا الحاجة الجماد، الحاجة المملوكة في العربية الفصحى. ما طاب، وطاب يعني اللي اشتهيتوا تنفسر تون، عاود نقراها لكم. يعني هذه الآية لو نقراوها بالدارجة، بالدارجة التونسية هاو كيفاش نقراوها تقريبا. كان خفتم يعني جاكم خوف باش تظلموا اليتيمة ولا المستبنية، هنا المقصود بها المستبنية اللي تربيوا فيها وتعرسوا بها هكاكا وتنكحوها بلا مهر ولا تعطيوها شوية وتطفيوها، فسيب عليك. عاوش يقول لكن عرسوا باللي تحبوا من نساء،
اللي تحبوا عليهم من نساء واللي تعجبك عرس بها غير اللي تيمة، عرسوا باللي تحبوا من نساء. مثنى وثلاث ورباع، اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، رغم هنا فما اختلاف، يعني فما حتى بعض مذاهب يقول لك مثنى هي أربعة وثلاث هي تسعة، فهمت؟ يعني مقصود بها هذاك الشيء، مثنى هي اثنين في اثنين أربعة، وثلاث هي تسعة، ورباع هي ستاش. موجود فما شكون يقول الكلام هذا، فهمت؟ من بعض المذاهب الإسلامية بيه، مش السنية الشيعية، بعض المذاهب الشيعية يقول لك عندك الحق تاخذ 16 نمرة. وكان خفتوا باش ما تكونوش عادلين معاهم، وهنا العدل راهو يحكي فيه الإسلام، العدل مش العدل في كل شيء، هو يحكي زعما العدل في كل شيء، يعني لازمك قد ما تنكح هذه تنكح هذه، وقد ما تعطي لهذه تعطي لهذه. وقال لك كان ما تنجمش يزيك واحدة برك، واحدة يزي، فهمت؟ يعني يتكلم عليها كانها سلعة، فهمت؟ كانها سلعة كاو، معناتها كان ماكش باش تاخذ اليتيمة اللي تحتك وخفت لا تظلمها ولا حاجة، هاكا عندك نساء على برا برا باش شيخ روحك، هاكا عندك اثنين وثلاثة وأربعة. وكما قلت معناتها ما نجمش وصعيبة الحكاية وكذا وكذا، هاكا خذ واحدة. وكان ما نجمتش حتى واحدة، فهمت؟ وما تنجمش معناتها واحدة زاد صعيبة عليك، برا هاكا العبيد نتاعك، انكحهم كيما تحب انت، لا عقد زواج ولا مهر ولا حتى شيء، وهكاك تكون راسك مرتاح وما تظلم حد. هاو هادي معناتها نقراوها معناتها بالتونسي، تقريبا هادي المعنى نتاع الآية. يعني شوف المستوى، المستوى المنحط، فهمت؟ المستوى المنحط بتاع القرآن، راهو القرآن. من بعد العلماء جاوا وبداو يعطيو فيه في التفاسير، وبداو يعطيو فيه في معناتها في يضخموا فيه ويردوا فيه معناتها محترم وكذا، وراهو شوف هذا إله يحكي هذا؟ قولوا لي هذا إله؟ هذا مستوى إله يحكي عن مرأة مجرد سلعة، مجرد سلعة. تو يجي يقول لك المسلم بده يدافع، وراهو معناتها النساء اكثر من الرجال وكل خرافات نتاعو، ويعني كانه معناتها معناتها كانه معناتها المساله الكل مربوطه بالنكاح. هو ديجا وقت يسمي عقد نكاح، شنو معناها عقد نكاح؟ يعني كونترا دو سكس، نجم نقولوها بالسوري، ولا تعمل كونترا تاع باش تنكح. يعني شوف المستوى يعني تاع الاسلام، وتنحكيو وتنحكيو على الزواج في الاسلام، وتقعد تشوف الخمار اللي موجود فيه. يا مسلمين، يا اللي تسميو رواحكم مسلمين واللي ما تعرفوا حتى شيء من الاسلام، عاودوا اقراوا القران، اقراوه. نعرفكم انتم تخافوا ما تحبوش تقراوه باش ما تلقاوش رواحكم ملزومين باش تطبقوه. وانا هنا نوجه كلامي توا الراجل، شكون الراجل اللي ما يحبش امراه متحجبه ومسكر عليها دار، وما يحبش أربع نساء، وما يحبش تكون مطيعة له؟ شكون الرجل اللي ما يحبش هذا الشيء وهو مرتاح على روحه ورايه؟ فهمت؟ شكون؟ توجيه هو بعض المسلمين يجيو معناتها يبرروا هذا الشيء، يقول لك ساعات المرأة تطلع عاقر، فهمت؟ تطلع عاقر إذا أما خير يطلقها ولا ياخذ عليها واحدة أخرى. شوف معناتها الثكام تاعهم، فهمت؟ وكي الراجل يدعى عاقر، المرأة لازم تتحمل وتسكت؟ ها؟ اش بيكم تغزروا بعين واحدة؟ ديما يغزروا من جهة واحدة، ما يغزروش من جهتين. ولا يقول لك لا الراجل عنده شهوة ياسر ويبدا سخون وما تكفيهاش امرأة واحدة، والمرأة هذيك بالكش معناتها باردة معاه، أما خير يطلقها وتولي مطلقة ولا ياخذ عليها واحدة أخرى. يا ولادي فما نساء زادا ما يكفيهاش راجل واحد، وتحب اثنين وثلاثة وأربعة، ها؟ إش تعمل هذيك؟ تعرس بأربع رجال زادا حتى هي، ها؟ إش تعمل؟ يعني ديما شوف يطرحوا المسألة من جهة الرجل برك، ساعات يقول لك لا فما نساء ياسر وماهمش معرسين وكذا، شكون قال لك هذي؟ شكون قال لك؟ الفرق راهو قليل،
الفرق قليل، وقت نجيو نشوفوا الفرق قليل مش كبير يعني، كلي باش درجة معناتها اللي باش تسمح تعدد الزوجات. أنا راهو المسألة بتاع تعدد الزوجات هذيك مسألة نحكي عليها، معناتها أنا وجهة نظري، أنا توا قاعد ننقل ما يسمى في الإسلام. يعني كيفاش جاء على تعدد الزوجات كحل للعنوزة وحل لدرشنوة وحل هي كلها تصب في مصلحة الرجل. نسأل المسلمين في الجنة، المسلم عنده أربع أنسيات، ها؟ نسأل لهم سؤال، هل عنده أربع أنسيات؟ ابحثوا وضحكوا. صحيح عنده الحريات أغوغو كما نقولوا احنا بالتونسي قد ما يحب، أما نشوفش عنده أربع أنسيات. هو محمد قال لك أكثر أهل النار النساء، يعني كعبات باش يدخلوا الجنة كهو، فهمت؟ إذا هذه التبريرات نتاع راجل سخون ومرأة عاقر، لازمكم تقصروا ليش كذا من جهة الرجل، اقصروا لها من جهة المرأة. المرأة اش تعمل في هذيك الحالة؟ تبدأ راجلها عاقر ولا تكون هي سخونة وما يكفيهاش راجلها وهو بارد، شنو تعمل؟ هنا نرجعوا اللي راي مسألة تعدد الزوجات، لو نرجعوا لها للتاريخ فين هي وقتها تحدد بأربعة، تلاحظها مسألة. أول حاجة محمد كمل سعيه خلا قد ما يحب هو، وحتى أنه فما أحاديث بعد ما نزلت هذه الآية، فما شكون من الصحابة كان عنده أربعة من نساء، عشرة من نساء، عيت له محمد وقال له طلق ستة واختار أربعة، فهمت؟ فما حديث موجود معناتها رواه أبو داود، فهمت؟ يقول لك معناتها أسلمت عندي ثمانية نسوة، فذكرت ذلك بين قوسين للنبي فقال اختر منهم أربعة. وفما واحد آخر في البخاري، فهمت؟ أسلمت وتحتي عشرة نسوة، يا أخي قال له محمد اختر منهم أربعة. وفما حديث آخر اللي معناتها الشافعي يقول لك أسلمت وعندي خمسة من النساء، قال لي محمد اختار أربعة وطلق واحدة، وقال لك كان عنده امرأة عزوزة هكي قديمة هكا طلقها. يعني شوف المستوى معناتها كيفاش يحكي، وفهمت يعني مستوى منحط لأقصى درجة، يعني كيفاش يحسبوا المرأة، يعني ما يحسبوهاش بشر مثلها مثل الإنسان، مثل الراجل، يعني ما يعتبروهاش بشر. باش يوريك تو أنا في الوقت هذاك باهي أوكي يمكن تتعدى في الوقت هذاك، لكن هل تجعل هذاك القانون حتى لتوا؟ بعضهم يجي يقول لك لا، هاي الآية القرآنية تقول لك أعدل، ومن بعد يقول لك مستحيل تعدل إذا خذ كان واحدة. يا ودي أنا مانيش نحكي تاخذ واحدة، هل هو سمح للرجل باش ياخذ أربع نساء ولا؟ سمح له ولا ما سمعتوش؟ هو قال هو بيدو، ما فهمتش أنا، هذا إله محمد كي يعرفوا ما يعدلش يقول لك معناتها لن تعدلوا، علاش سمح له؟ يعني شوف هذا معناتها إيلوجيك، من ناحية يقول له خذ أربع نساء وأعدل بيهم، من بعد يقول له راك مستحيل تعدل. يعني من ناحية يقول له خذهم ولازمك تعدل، من بعد يقول له مستحيل تعدل. يعني هذا التناقض راه موجود في كل القرآن مش في هذه الآية برك، ولا هذه السورة معناتها في سورة النساء. بعضهم يقول لي الإسلام كرم المرأة في القرآن، يقول له كيفاش كرمها؟ يقول لي نزل لهم سورة وحدهم سماها النساء. أول حاجة أسماء السور ليس وحي، هذه حاجة. ثاني حاجة، من الإسلام كرم البقرة كسم البقرة، ولا كرم العنكبوت، ولا كرم النمل، ها؟ تشبيكم تخموا شوية، خموا فكروا شوية، فكروا غير شوية برك، وما تخزروش من جهة واحدة. جسبير الفكرة واضحة، أتمنى تكون الفكرة واضحة. يعني تعدد الزوجات اللي جاء به الإسلام، واللي يقول بعضهم هي رخصة وكهو، يعني مش واجب. يا ودي رخصة ولا واجب، أنا راهو معناتها المسألة هذه معناتها مسألة تتسمى معناتها فضيحة. يعني المرأة توا معناتها كيفاش اللي تقبل الحجاب تقبل ذرة أخرى؟ طبعا أكثر من نحكي معاهم أنا المتحجبات تقول لك لا وما نوافقلوش، وكان يعرس بواحدة أخرى نطلب منه الطلاق. يس دي رخصة، هذه رخصة لازمك تسكر فمك وتسكت، كان باش تولي مطلقة
تخيل باش يحير فيك هو مو يطلقك وكاو كيما نقولوا احنا بالتونسي يبعثك الباب بوك ويمشي ياخذ واحده اخرى. تخيل المشكله تحرت هي مساله الطلاق ديجا فهمت في الاسلام يعني وتعرف كيفاش معناتها رمي الطلاق وتنحكيو على رمي الطلاق وعلى الزواج وتشوفوا البايح. ونحب نعرف انا فيني حقوق المراه يقول لك الاسلام احترام المراه شد حطها في شكارة وجعل لها ذرة وجعل تنحكيو فيه المواضيع هذيك كلها تنحكيو فيها بالتفاصيل. احنا توا باش نقعدوا نحكيو غير على المرأة في الفيديوهات القادمة حتى نكملوا الظلم والمحقرنية والإهانة والذل للمرأة المسلمة. مانيش فاهم انا مانيش فاهم الراجل توا نفهم راجل يقول لك انا مسلم حتى ولو اوروبي يقول لك يا سيدي انا نمشي يبدا راجل بيدوفيل ولا راجل كيما نقولوا احنا يحب يستعبد المراه يمشي يدخل في الاسلام ها ويمشي للدول العربيه ويعرس طفله عمرها 10 سنين ولا 8 سنين ويعرس باثنين بثلاثه معناتها هذه حاله مرضيه هذه فريمون حاله مرضيه. إذا نظن الفكرة واضحة اللي مخرجش من الإسلام بالحجاب لازم يفكر في الخروج من هذا الدين البربري هذا الدين الظالم هذا الدين المدمر للعقل وللإنسان هذا الدين كما نقوله بالفرنسي c'est une insulte c'est une grande insulte à l'intelligence humaine. أكبر سبة أكبر سبة للعقل الإنساني المعاصر. نتمنى أن ياسر من نساء يفكروا في الموضوع ويتبرئوا من هذا الدين اللي ما عنده حتى شيء عنده حتى قداسة مجرد تقاليد وعادات عربية قديمة بدوية وعادات قديمة في تاريخ الإنسانية خذات صبغة مقدسة. فكروا مليح وتفهموا حقيقة هذا الدين ونواصلوا المرة الجاية مع فيديو قادم باش نتكلموا على كيفاش الإسلام حقر المرأة. وبالسلامة.